تقدم مستحق الاهلي على المقاولين 2-1 في شوط اول متوسط المستوى، فرض فيه النادي الاهلي سيطرته واحرز هدفين، والامور كانت سهله بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن حدث ما كنا نخشاه وهو احراز النادي المقاولين لهدف اول في الدقيقه 43. كابتن علاء، هو تقدم مستحق ولكن ما كناش نتمنى الهدف اللي ملوش لازمه ده. تقدم مستحق وهدف بدري قوي ريحك بدري. ضربه الجزاء لما جت انت استريحت تماما، كلنا كنا بنتكلم هنا في الاستوديو احنا عايزين هدف بدري عشان ما تبذلش مجهود زياده وتبقى تخش في مشاكل كتير، لكن هدف بدري ومسيطر على المباراه تماما. يمكن انا اتفاجئت من طريقه لعب المقاولين. كلنا اجمعنا هنا ان هيقفل المساحات ولا وسايب لك الملعب، يعني ما شاء الله اعمل عايز تعمله. صحيح. انت شكلك احسن، انتشارك احسن، بس برضه في مشكله ايمن اللي دايما بتكلم عليها وانا ما بحبهاش في ماتشات الكوره. انت مش مسيطر قوي في دفاعيا، يعني برضه سايب المقاولين بيلعب، اللي هو يعني اللي هي الكوره رايحه جايه، هو بيهاجم وانا بهاجم. انت شكلك احسن، مساحات كتير قوي استغلها كويس واحرزت هدف تاني، فالامور هنا لازم نهدى شويه، نخرج بالشوط الاول 2-0 كويس قوي، لكن حصل دايما اللي بيحصل اللي هو بيدخل الفريق تاني في المباراه، يعني 2-0 لما تخرج غرف صح. الملابس الموضوع مختلف تماما يا ايمن بالنسبه ليك انت كنادي اهلي مزبوط. وكولر وبالنسبه له هو كمان وبالنسبه لشوق غريب، يعني 2-0 دلوقتي 2-1 دخل اجواء مباراه تاني، يقول لك ما ممكن كره ثابته، ممكن كره زي اللي فاتت صح. عشان كده بتمنى النادي الاهلي بلاش يعني كميات الجري تقل قوي على قد ما اقدر، واستغل المساحات الكتيره قوي اللي موجوده في دفاع المقاولين النهارده. يعني من مباراه الليل الاول النهارده ببص فريق المقاولين ما فيش حتى ولا بيضغط ولا بيقفل المساحات ولا حاجه خالص، بيلعبك من 18 ل 18 وانت عندك يعني الغالبيه الاحسن، يعني تستغل بيرسي تاو وتستغل طاهر ان شاء الله وتدور على الهدف الثالث، ان الامور تهدى خالص بالنسبه لك انت كنادي اهلي. صحيح. كابتن عادل 2-1 زمالك كابتن علاء غير 2-0. صعبت الجول هدف المقاولين يمكن صعب الامور شويه. هي بدايه جيده قوي من النادي الاهلي صح. اول فتره في في الشوط الاولاني، ولكن يجب انك انت تروح لهدفك من اقرب الطرق. احنا واضح علينا ان احنا دائما مفرطين في حته. طب احنا رحنا من اقرب الطرق وتقدمنا بهدفين. انا فاهم، ولكن اول ما تخلص الهدفين يجب انك انت تروح لهدفك الاخر، هدفك الاخر انك تزهق لعبه فرقه المقاولين، انك تخلي عندهم الحماس يقل، انك تخلي عندهم حته الاندفاع اللي هو تقابله برزانه شويه. انت يمكن لعبت لعب مفتوح زيه. انا كنت يجب انك انت لو وقفت 3 4 دقائق كنت تقدر تجيب جون واتنين، وبيرسي تاو راح بواحده كان هيجيبها، لكن الشوط الثاني انت دخلت المباراه من جديد. يعني انت اديته الامل الاقوى بس ان هو انت متقدم بفرق هدف. انا عارف، ولكن انت دلوقتي هتنزل، هل هتنزل تدافع وبعدين تعمل حته منظومه هجمه مبتده، ولا هتبدا ازاي؟ وده مستر كولر اللي هنشوفه ولكن انا اتمنى بس في الفتره دي ان احنا نروح لهدفنا من اقرب طرق. اول ما تجيب جون ولا اتنين، عايز الحته بتاعت انك انت ما فيش مانع انك تبقى العشرة تحت الكوره علشان تقدر تحافظ على كم الجري انت بتلعب اكتر مباريات. صحيح. كابتن بلال، تقدم منطقي للنادي الاهلي في الشوط الاول على المقاولين. طبعا تقدم منطقي، وكان ممكن الامور تمشي بشكل مختلف تماما. انت بس كان ناقصك يعني ازاي تتحكم في رتم المباراه، يعني هي دي اللي ناقصك. انت زي بعد ما سجلت الهدف الاول هي نفس طريقه اللعب اللي بتلعب بيها، نفس الحماس نفس الاداء. بعد ما سجلت الهدف الثاني نفس طريقه اللعب ونفس الاداء ونفس الحماس. انت ما عندكش تغيير في الاداء، ما عندكش بالظبط، ما عندكش تغيير في الريتم كمان. بتلعب بنفس الطريقه، بتلعب بنفس السرعه، بتلعب بنفس المساحات المفتوحه. لا انت خلاص، انا سجلت هدفين، المباراه بالنسبه لي يعني في وضع انت المفترض ان انت قتلت المباراه بعد تسجيلك الهدف الثاني. الطبيعي ان كان يبقى تبقى المباراه هدى شويه، رتمها يبقى اهدى من كده بالنسبه لك، تباصي الكره تستحوذ حتى لو استحواذ سلبي تمام، تبتدي تشتغل انك تدور على فرصه وانت قافل الجيم، ما يبقاش الجيم مفتوح. ما ينفعش يا كابتن ايمن انا بلعب كسبان 2-0 زي ما بلعب مغلوب، زي ما بلعب زي ما بلعب متعادل. لا، لازم يبقى عندك، لازم يبقى في فروقات، لازم احس انا كمان وانا قاعد بره ان في، لا في تغيير في الاداء حصل، تغيير في الريتم حصل كمان. لكن الريتم واحد والاداء واحد، وانت ما زلت مسيطر وانت ما زلت كسبان، الامور في ايدك. النادي الاهلي يعني نادي كبير جدا جدا جدا، يقدر طبعا المباراه الشوط الثاني يكسب او على الاقل نحافظ على المكسب. الشوط الثاني يا كابتن اسامه سريعا، مستر كولر هيعمل ايه؟ لازم النادي الاهلي يخلي باله من جوزيف اوشايا، الكرات العرضيه بتاعته، مدافعين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، الارتكاز بسرعه عشان اقدر العب على الكره العرضيه بتاعت جوزيف اوشايا. في ظهر علي معلول لازم طاهر محمد طاهر يساعده في الناحيه
الدفاعيه. الحاجه الثالثه النادي الاهلي يبحث عن هدف الثالث عشان ينهي المباراه ويتلها. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتحقيق الفوز، وزي ما قالوا الكباتن ان هو يقتل المباراه تماما. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.